لنا متابعينا الاعداء تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا المساء، وشعارات اصحاب السمو والشيوخ والسعاده وسن الحيل والزمول، وعلى بركه الله ينطلق الشوط التاسع الخاص بالحيل من مسافه 6 كيلومترات مسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثه عن الناموس. نسير مع البدايه ونبدا بعد المراكز، واول الاسماء الدوحه بشعار هجن المرقاب وحمد بن علي بن سعيد بن حلفان في عمليه التضمير، يقدم لنا الدوحه مع اول الاسماء واول الشعارات. ثاني المراكز القادمه والمنطلقه الخزامه بشعار هجن الشقب وسعيد بن عبد الهادي الشهواني يتقدم، او من الجانب الاخر ثالثا بيان بشعار هجن الشحانيه المشاق محمد بن خالد العطيه، وتسللت وانطلقت وصال بشعار هجن الشحانيه وتسللت الى ثاني الاسماء. جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم الشبل مع وصال مع ثاني الاسماء. ثالث المراكز بيان بشعار هجن الشحانيه والمشاقب محمد بن خالد العطيه. رابع الاسماء وصلت القادمه بيان بشعار سعد الشيخ ناصر بن علي بن احمد ال احمد الثاني وابراهيم بن عبد الله ادريس في عمليه التضمير. خامس المراكز وصلت مخايل بشعار هجن الخرافه والجنرال سعيد بن راشد الزعبي في عمليه التضمير مع مخايل. ها هي النتيجه الاولى مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمس المراكز المتقدمه والمندفعه، ونعود الى البدايه الى اول الاسماء. نعود الى الدوحه بشعار هجن المرقاب حمد بن علي بن سعيد بن حلفان المبدع يتقدم ويبدع في هذا الانطلاق المميز. بن حلفان بشعار هجن المرقاب ثاني الاسماء. وصلت القادمه وصال بشعار هجن الشحانيه الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع وصال مع ثاني الاسماء. ثالث المراكز وصلت بيان بشعار هجن الشحانيه المشاقب محمد بن خالد العطيه. رابع الاسماء ورابع التحديات الخزامه او الخزامه بشعار هجن الشقب سعيد بن عبد الهادي الشهواني من يقير من مركز الى مركز. خامس الاسماء وصلت القادمه بيان بشعار سعد الشيخ ناصر بن علي بن احمد ال احمد الثاني وابراهيم بن عبد الله ادريس في عمليه التضمير. ها هي النتيجه الثانيه مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمس المراكز المتقدمه والمنطلقه. واعود الى البدايه، اعود الى وصال، وصال بشعار هجن الشحانيه الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا وصال مع اول الاسماء واول التحديات. وعلى راس حربه هذا الشوط ثاني الاسماء الخزامه بشعار هجن الشقب سعيد بن عبد الهادي الشهواني يقدم لنا الخزامه مع ثاني الاسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز بيان بشعار هجن الشحانيه محمد بن خالد العطيه يتقدم مع ثالث الاسماء وثالث التحديات. رابع المراكز الدوحه هجن المرقاب حمد بن علي بن سعيد بن حلفان يتقدم مع رابع الاسماء. خامس المراكز مخايل مع خامس الاسماء بشعار هجن الغرافة والجنرال سعيد بن راشد الزعبي يتقدم مع خامس الأسماء وخامس التحديات. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وأرى أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. ونعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة. منتصف المسافة 3 كيلومترات تنقضي، ويتبقى لنا 3 كيلومترات أخيرة وخطيرة. وصال على البداية، وصال بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع وصال. ثاني الأسماء
الخزامة بشعار هجن الشقب سعيد بن عبد الهادي الشهواني يتقدم مع الخزامة مع ثاني الأسماء وثاني التحديات ثالث المراكز القادمة والمنطلقة ثالث التحديات وصلت القادمة الدوحة هجن المرقاب حمد بن علي بن سعيد بن حلفان يتقدم مع ثالث المراكز رابع الأسماء وصلت القادمة رابع المراكز بيان بشعار سعادة الشيخ ناصر بن علي بن أحمد آل أحمد الثاني إبراهيم بن عبد الله إدريس خامس المراكز مخايل هجن الغرافة الجنرال سعيد بن راشد الزعبي يتقدم مع خامس الأسماء وخامس التحديات ها هي الأسماء وها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا المساء. نعود إلى البداية نعود إلى المقدمة نعود إلى الصدارة وصال على المقدمة بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري ثاني الأسماء من غيرت وانطلقت الخزامة بشعار هجن الشقب سعيد بن راي هنا سعيد بن عبد الهادي الشهواني يتقدم مع الخزامة مع أول الأسماء وصال من الجانب الآخر وعادت إلى الصدارة وعادت إلى المقدمة وصال بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري ثالث الأسماء وثالث التحديات مشاهدينا متابعينا أعزاء هناك بيان بشعار سعادة الشيخ ناصر بن علي بن أحمد آل أحمد الثاني وإبراهيم بن عبد الله أدريس في عملية التضمير رابع المراكز مخايل بشعار هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي وخامس الأسماء وخامس التحديات ولكن أعود مع الصدارة أعود مع المقدمة وصال مع أول الأسماء وصال تتقدم بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع وصال ثاني الأسماء وثاني التحديات الخزامة بشعار هجن الشقب سعيد بن عبد الهادي الشهواني يتقدم مع ثاني الأسماء ثالث المراكز وصل شعار هجن المرخية يتقدم مع رابع المراكز أو ثالث الأسماء مع عذاب عوض بن سعيد بن هدوب بن محمد الوهيبي رابع الأسماء بيان بشعار سعد الشيخ ناصر بن علي بن أحمد الأحمد الثاني إبراهيم بن عبد الله إدريس أجواء الكيلومتر الأخير الله 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 وصال من بداية الانطلاق وهي على الصدارة وصال هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري تقدم الشبل مع البداية مع وصال ولكن زلزلة قادمة زلزلة بشعار هجن الشقب سعيد بن عبد الهادي الشهواني ووصلت أيضا سنة هجن المرخية سعيد بن محمد بن هادي الجربوع المري رابع الأسماء ولكن أعود إلى الصدارة وصال على المقدمة بشعار هجن الشحانية وأيضا سنة بشعار هجن المرخية سعيد بن محمد بن هادي الجربوع يقدم لنا سنة بشعار هجن المرخية وصال مع ثاني الأسماء بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري ثالث الأسماء زلزلة بشعار هجن الشقب سعيد بن عبد الهادي الشهواني ولكن أعود مع الصدارة مع سنة اللحظات الأخيرة سنة بشعار هجن المرخية وسعيد بن محمد بن هادي الجربوع المري يقدم لنا سنة الله يا سنة بشعار هجن المرخية تهانينا والناموس لهجن المرخية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار على فوز سنة ونهني سعيد بن محمد بن هادي الجربوع المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار ثاني الأسماء وصال بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري ثالث المراكز الخزعلية بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري ورابع المراكز زلزلة بشعار هجن الشقب سعيد بن عبد الهادي الشهواني وخامس المراكز هناك بيان بشعار سعد الشيخ ناصر بن علي بن أحمد الثاني وإبراهيم بن عبد الله إدريس مشاهدينا متابعينا الأعزاء
التهانين والناموس لهجم المرخية على فوز سنة والتوقيت الزمني 9:29 و91 جزءا من الثانية. تهانين والناموس لهجم المرخية ونهني سعيد بن محمد بن هادي الجربوع المري من قدم لنا سنة. ثاني الأسماء وصلت وصال بشعار هجن الشحانية 9:31 وجزء أو واحدا من الثاني. تهانين وناموس لهجن الشحانية ونهني الشبل جابر بن سالم بفرع المري. ثالث الأسماء الخزعلية بشعار هجن الشحانية والتوقيت الزمني 9:32 و11 جزءا من الثاني. تهانينا والناموس للشبل جابر بن سالم بن فرال مري. فتهانينا والناموس للجميع.